حساسية الربيع، الأسباب والعلاج. حساسية الربيع هي الحساسية التي تحصل في فصل الربيع وتكون نتيجة لبدء تفتح الأزهار، وتشمل الحساسية بعض أو كل الأعراض التالية: الرشح، التعب، الإرهاق، الحرارة، السعال، وعادة ما تكون سعلة جافة، الصداع، العطس المتكرر، والإحساس بالتهاب الحلق والتهاب الأذن الوسطى، يكون على شكل آلام في الأذن، وانعدام الإحساس بالرائحة واحتقان الأنف، وقد يلحق ذلك رائحة كريهة للفم، وقد يصاحب ذلك حكة مستمرة في الجلد بالإضافة إلى ظهور طفح جلدي. وقد تكون الحساسية قوية بحيث تؤدي إلى ضيق في التنفس مع صفير عند الزفير. والسبب الرئيسي لحساسية الربيع حبوب اللقاح المنبعث من الأشجار والأعشاب وتفتح زهور الثمار والأشجار. كيف تحمي نفسك؟ حاول الابتعاد عن أماكن وجود النباتات في هذا الموسم، وأغلق النوافذ والشبابيك من أجل عدم استنشاق الهواء المحمل لهذه المواد المسببة للحساسية. ضع الكمامات أثناء التنقل خارج المنزل. تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي والأوميغا 3 ومضادات الأكسدة. استنشق بخار المياه الساخنة وقم بوضع قطرات زيت الكافور عليه، هذا سيقلل من الاحتقان ويساعد على تسهيل عملية التنفس. استخدم القطرات المعقمة للعين من أجل مقاومة الالتهاب وغسلها من المواد المسببة للتحسس. تخلص من ملابسك الخارجية بعد عودتك إلى المنزل بشكل مباشر حتى لا تستنشق المزيد من حبوب اللقاح العالقة بها. استحم بالمياه الساخنة من أجل التخلص مما علق بشعرك وجسمك من حبوب اللقاح، وكذلك فإن بخار المياه الساخنة سيحلل المخاط في المجاري التنفسية مما يسهل عملية التنفس. تناول العسل لتقلل من آثار تحسس الربيع. اشرب ملعقة من خل التفاح وملعقة من العسل على كوب من المياه الدافئة مرتين في اليوم. اشرب الكثير من الماء مما يقلل من آثار التحسس. اشرب شاي الأعشاب وخصوصا شاي البابونج الذي يخفف أعراض التهاب المجاري التنفسية. ضع بعض الفازلين حول فتحات الأنف من الداخل، هذا سيقلل الحكة في منطقة الأنف، كما يعمل كمصيدة لتصدي دخول جزء من المواد المسببة للتحسس التي تلتصق به خلال التنفس. استخدم الرذاذ الملحي لغسل تجويف الأنف من أجل تهدئة الالتهاب وتحليل المخاط المتراكم، وكذلك غسل الأنف من المواد المسببة للتحسس العالقة به. أما الأدوية المستعملة لمعالجة حساسية الربيع فهي على النحو التالي: أولاً، ينصح باستعمال بخاخ الكورتيزون للأنف، فذلك يخفف كثيراً من العطس واحتقان الأنف والرشح، وكذلك ينصح باستعمال بخاخ الكورتيزون للفم لحساسية الصدر والأزمة الصدرية. ثانياً، استعمال مضادات الهستامين، وهي المواد التي تفرزها خلايا ماست. ثالثاً، استعمال أدوية توسع القصبات الهوائية مثل منشطات بيتا، والتي من شأنها العمل على توسيع مجرى القصبات الهوائية، وبذلك يزول الإحساس بضيق النفس والصفير والسعال. رابعاً، أما في الحالات المستعصية والشديدة فينصح باستعمال الكورتيزون إما عن طريق الفم أو بالإبر، ويستعمل الكورتيزون عادة لكسر حلقة الحساسية في جسم المريض وإعادته إلى وضعه الطبيعي. خامساً، هناك مجموعة فعالة من الأدوية الجديدة المناوئة للحساسية، والتي تعمل على إيقاف إصدار مواد من خلايا ماست أو إنها تقفل عمل المواد المفرزة.